مرحبا. مرحبتين. كيف بدنا نحل المشكلة اللي نحن فيها هلا؟ أي مشكلة؟ مشكلة إنه ما عم بقدر أبداً أقعد بلاكي ولا ساعة. فكرت في شيء. تفضلي. شو بدي أتفضل؟ شو هيدا؟ هي كندرة وفستان جبت لك اياهم مشان عرس بلبل، كنت ماشي بالشارع شفتهم على الواجهة حبيتهم، اشتريتهم على ذوقي. ان شاء الله يعجبوك. اكيد رح يعجبوني، مش انت يلي اشتريتهم؟ كثير حلوين. ما قلتي لي كيف بدنا نحل المشكلة؟ حلوة القعدة هون. ليش عم تطلع فيي هيك؟ شو في؟ فيني شيء؟ فيكي كل شيء. ولا غلطة ما شاء الله. ما عم بقدر شيل عيني عنك. الحياة الحقيقة إنه انت صرتي كل حياتي، انا ما عاد فيني استنى لحتى اقعد انا وياكي ببيت واحد. بس نحن اتفقنا انه ننطر ليقطع 40 الحج، مش هيك؟ هيك. الله يرحمها الحجة، بس انا الحقيقة ما عم بقدر استنى. عم فكر انه نفس الشيخ اللي بده يكتب كتابه لبلبل يكتب لنا كتابنا. شو بلاقي ما جاوبتي؟ غلط. شو اللي غلط؟ عم بتفكر غلط. عيب، يعني شو بدهم يقولوا الناس عنا؟ عيب؟ ايه، بكره بيقولوا امه ما صار لها كم يوم ميته هو راكد يكتب كتابه. انا ما بيهمني الناس، انا بيهمني انت. بس انا بيهمني الناس، وفي خيي بدها كمان. خيك لتاك لأمه. أنا مفكر بكرة روح لعنده وأطلبك بشكل رسمي. ما عاد رح بيكون عندك مشكلة. هلا مش وقته. ماني جاهزة. أنك جاهزة تكوني مرتي؟ لا لا، مش هيك قصدي. قصدي أنه أنت كتير مستعجل. صافي، أنت بتعرف أنه أنا عبالي كون معك اليوم قبل بكرة، بس مش هيك. في أصول. أنت لو عن جد مفكرة تكوني معي، ما بتفكري بالأصول، ما بتفكري بشيء ابدا. بس الظاهر انه مشاعري سابقة مشاعرك.